الحقيقية. يبقى الآن الفرصة في هذه الفئة، فئة أقل من 20 سنة، أقل من 20 سنة، ما هي إمكانات المالي؟ يتمكن اللاعب نيان، يتمكن اللاعب نيان من فتح باب التسجيل. مفاجأة كبيرة، مفاجأة كبيرة، يتمكن فريق مالي من فتح باب التسجيل بعد مرور دقائق قليلة جدا، يعني 3 دقائق فقط، والمالي يسجل عن طريق اللاعب نيان. إذن هكذا فتح باب التسجيل. آدم نيان هو الذي سجل. شوف اللقطة كانت تبدو يعني الدفاع، شوف يرتكب الخطأ، وهكذا آدم نيان يسجل الهدف الأول في الدقيقة الثالثة. إذن في الدقيقة الثالثة آدم نيان هو من فتح، كما أشرت سوف لن يتأهل ل 2014 بالبرازيل. وهنا سنتعرف على إمكانات منتخب أقل من 20 سنة. ماذا حدث للباراغواي الذي كان يلعب الأدوار الأولى؟ شوف المحاولة خطيرة، يتمكن منتخب الباراغواي من تعديل النتيجة، يتمكن منتخب الباراغواي من تعديل النتيجة. الهدف سجله اللاعب رقم 18 روخاس، لاعب وسط الميدان. روخاس يسجل هدف التعادل. إذن في الدقيقة 7 خورخي روخاس يعدل النتيجة لتصبح النتيجة بعد 7 دقائق هدف لهدف بين الباراغواي والمالي في هذه المجموعة الرابعة المتكونة من إلى جانب هذين المنتخبين الباراغواي والمالي. هناك المكسيك واليونان، والمكسيك واليونان انتهت المباراة قبل ساعة، والمكسيك انهزم أمام اليونان بهدفين مقابل هدف واحد.